كابتن سيف زي العالمين يعني خالد الغندور وكابتن احمد شوبير. يا عم يلا بسرعه بقى خلاص، الثلاثه حبايبك والثلاثه اصحابك وواحد بس. والثلاثه بحترمهم طبعا جدا، واحد من الثلاثه. انا عارف هتاخد مين. سيف زي، يلا سيف زي. والله الثلاثه حبايبك. وانت ينفع ما تاخدوش؟ لا ينفع عادي يعني. طيب اللي بعد. التلاتة محترمين جدا، يعقوب السعدي وكابتن مدحت شلبي، التلاتة اعلاميين كبار، لكن اكيد هختار ابن بلدي الكابتن مدحت شلبي. كابتن مدحت شلبي. اللي بعده احمد فتحي، عبد الله السعيد، شايف الكرم. واحد من التلاتة. التلاتة عشرة عمر. لو هاخد سيلفي مع واحد فيهم شريف اكرامي. شريف اكرامي، لان شريف اكرامي صاحبي من عنده 14 سنه. ايوه ونفس الجيل يعني. زعلت من فتحي بقى؟ مش كنت عايز تمشيه؟ لا انا مش عايز امشيه. لا مين امشيه؟ ايه انا يعني احكي لك قصه بتاعت بيراميدز بس سريعا، لان انا الوقت جه يعني معايا. احمد فتحي اخويا ومفتوح اي حاجه، وعمري ما ازعل منه. قيمه كبيره طبعا، اتمنى له التوفيق يعني. اللي بعده اسطوره احمد فتحي. اللي بعده احمد حسن كوكا، عصام الحضري، حسن عبد الله. واحد ياخد معاه سيلفي. طب انت عارف التلاته يعني التلاته طبعا محترمين جدا. انت عارف ديش حاطط لك التلاته ليه؟ مش عارف. عشان التلاته ليك مشاكل معاه. الحضري ماليش مشكله معاه خالص والله. ايام وادي دجله؟ لا لا خالص، مش ايام وادي دجله. انا الحضري بس هاجمته لما مشي راح منتخب سوريا بالشكل ده. أيوة. انا الحضري حبيبي يعني. طيب تمام. وحسني عبد ربه اسطوره. اكيد اكيد. مين من التلاته؟ هختار اخد سيلفي معاه؟ انا عايز الحضري. الحاضر جايبين له صوره بيبتسم اهو. اللي بعده مصطفى. في كبريلا وحازم وزيدان مطبط. ها الثلاثه طبعا حبايبي، والثلاثه لعيبه كبار جدا، والثلاثه لعيبه موهوبين جدا. شيكابالا ما خدش حقه في الكوره، كان يعني في وقت من الاوقات هو ظلم نفسه. لكن انا سعيد جدا بيه ان هو قدر يتعافى في الجزء الاخير من الكارير بتاعه. لكن في الوقت الحالي لو حد هياخد معاه صوره ويستحق الدعم مننا كلنا، هو اسطوره مصر ونادي الزمالك الكابتن حازم امام. حازم امام يستحق طبعا. اللي بعده ياسر ابراهيم وكهربا وامام عاشور، الثلاثه لعبوا للزمالك. ياسر ابراهيم. اشمعنى ياسر ابراهيم؟ عشان مش امام وليه مش يعني ياسر ابراهيم اتظلم في الزمالك على فكره. يعني امام وكهربا ما اتظلموش في الزمالك، والاثنين لعيبه كويسين جدا. لكن ياسر انا اول واحد لعبته درجه اولى على فكره وهو صغير. وياسر لعيب كويس جدا. هو على فكره كان الزمالك كانوا فاكرين ان هو عاره. ومره واحده لقوا ان هو عقده خلص، والله العظيم مش بهزر. فهو اتظلم في مشانه من الزمالك. انت خدته بناء على كده يعني؟ طيب ماشي. مين تاني؟ اللي بعده ابو جبل، بسام، الزنفلي. ابو جبل والثلاثه الاهلي اتفاوض معاهم. لا ابو جبل، لان ابو جبل انا دربته وعارفه كويس جدا على فكره. ابو جبل طيب جدا جدا. ابو جبل يعني. محمد بسام اتظلم طيب؟ في ايه؟ ان هو ما راحش الاهلي يعني؟ او يعني كان ممكن سيراميكا يسيبه ست شهور دول، كان ممكن يسيبه؟ ما هو ده كابتن. انا النهارده اسيب الجول كيبر الاساسي بتاعي ازاي يعني؟ انا عايز اسال سؤال. هو احنا في جمعيه خيريه يعني؟ انا مش فاهم. انا يعني انا راجل النهارده بنافس وبصرف ملايين. معلش حتى لو كنت انا اهلاوي او زملكاوي، راجل بصرف ملايين اسيب الجول كيبر بتاعي الاساسي عشان خاطر الاهلي محتاج جول كيبر. طيب ابو جبل ضحيه تسريب واعلان تفاوض معاه قبل المباراه بتاعت الكونغو؟ التفاوض معاه في التوقيت ده اثر على تركيزه يا خبير. لا ما هو ما تفاوضوش معاه دايركت، هو كان بيتفاوض مع البنك الاهلي ومع الوكيل بتاعه. والوكيل بتاعه يعني هو الوكيل بتاعه ما كانش بيتكلم معاه كل يوم بيقول له انا اتفقت مع الاهلي على كذا، انت موافق ولا لا، انت كذا. ايوه يعني. بس هو انت القيد هيقفل 31 وهو ما كانش فيه وقت خالص. الاهلي عايز يجيب حارس. فهو المشكله كلها بس في الاعلان. معلش بقى، المشكله في عدم الاحترام في التعامل. انت النهارده انا معاك ان انت القيد هيقفل 31 وانت عايز تمضي العيب، صح؟ كان لازم النهارده ان انت تتواصل مع كابتن حازم امام تقول له انا النهارده في ازمه، بمضي اللعيب فلان الفلاني، بعد اذنك هتفاوض معاه. صح؟ او مع رئيس البعثه. صح؟ المهندس خالد درندلي. صحيح. هل الكلام ده حصل؟ لا ما حصلش. طيب يبقى الغلط ان تم التفاوض بشكل غير
شرعي خلينا نقول كده لو حابين نقولها مع ابو جبل في توقيت خلاص اللي هو بشكل شرعي هو تحدث مع النادي بتاعه كابتن اتكلم مع النادي هو اللعيب النهارده تحت يعني اللعيب النهارده فين في المنتخب انت راجل النهارده هو انا يعني مش مكشوف من حد ولا خايف من لا خالص والله انا عارفك ان انت النهارده انا الامور الصح ان لازم كان النادي الاهلي يرفع سماعه التليفون على المسؤولين يقول لهم انا في ازمه على فكره عمر ما كان حد يقول حاجه بس النهارده الامور تتم بالشكل ده لا ما كانش صح ما فيش مشكله هنطلع بالتسع هنطلع بالسيلفي كل اللي انت اخترت معاهم هتاخد مع واحد بس من التسعه مع حازم امام ده انت حازم غالي عندك قوي لا حازم ما يستحقش بجد اللي هو بيحصل فيه دلوقتي يعني طبعا حازم اسم كبير ونجم يعني ولكن عيب يعني. خلينا نقول ان دايما العمل العام كده ولكن احنا كلنا السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا قهوة الخواجة. دايما بنقول بتشجع كورة ولا بتشجع نادي؟ أكيد بتشجع كورة. حوار جميل قوي مع كابتن أحمد حسام ميدو والصقر أحمد حسن، وبيزكي الكابتن حازم إمام على تعاطفا معاه. هو بيقول لك الراجل يعني اتعرض لحملة كبيرة، لكن هو ده ضريبة النجاح. أنت راجل مشرف عام على منتخب مصر، تعاقدت مع مدرب، ممكن يكون ذكائك خانك، ممكن يكون كان عندك رؤية، ممكن يكون انت كان ليك وجهة نظر، لكن وجهة النظر اللي بيثبت نجاحها من عدم نجاحها هو العملي. والعملي بمنتهى الأمانة روي فيتوريا مدرب يعني مدرب على قده، مدرب مش عارف قيمة لعيبة منتخب مصر، فهو ده اللي الفاتورة اللي دفعها الكابتن حازم إمام. لكن هو أخلاقيا ممتاز، مهاريا ممتاز، راجل علاقته حلوة بالناس كلها، لكن طالما انت دخلت منصب لازم تكون يجي عليك وقت ان انت تختار حد، فبتختار واحد من 80، ف79 بيزعلوا، فده طبيعي. لكن الكابتن حازم امام شخصيه محترمه جدا، واسمع رايك في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجه، حبيبي خواجه.